ننضم لكم من معبر جديدة يابوس الحدودي بين الحدود السورية واللبنانية، والذي يشهد في هذه الأثناء اكتظاظا وإقبالا للنازحين السوريين واللبنانيين القادمين من داخل الحدود اللبنانية هربا من نيران العدوان الإسرائيلي. هنا يشهد هذا المعبر الرئيسي في منطقة ريف دمشق، والذي بطبيعة الحال هو أقرب للمناطق، مناطق البقاع والقادمين من الجنوب اللبناني، يشهد حركة دخول كبيرة، أعداد من السوريين تسجل خلال اليومين الماضيين تقدر يوميا بالآلاف تدخل هذا المعبر بإجراءات وتسهيلات حكومية تم التوجيه بها من أعلى المستويات هنا في سوريا، بأن يتم تسهيل دخول القادمين والوافدين إلى سوريا، إن كان حتى عبر النقاط الطبية وسيارات الإسعاف التي هي باستقبالهم والتي تستجيب لأي حالة طارئة. أخبرنا أيضا بعض المسؤولين هنا أنه تم إدخال بعض جثث الشهداء خلال هذين اليومين السابقين من الرعايا السوريين المقيمين في لبنان. أعداد السوريين حقيقة الذين يدخلون هم أكثر بكثير من أعداد اللبنانيين، والذين بالأساس هم عبروا هذه الحدود بالاتجاه المعاكس هربا من نيران الحرب التي كانت تدور هنا على سوريا ومن نيران الإرهابيين. اليوم يعود هذا المعبر وغيره من المعابر، تحديدا معابر أخرى رئيسية على الحدود السورية اللبنانية في منطقة حمص، معبري جوسية والدبوسية، اللذين يشهدان أيضا حركة نزوح كونهما الأقرب للمناطق التي تشهد قصفا في مدينة الهرمل اللبنانية، بتسهيلات كما قلنا تتم إن كان عبر المعاملات وإنجاز المعاملات بسرعة قصوى، أو إن كان عبر ربما تسهيل حركة الدخول، وربما الشروط التي عادة يتم الأخذ بها هي اليوم بالحد الأدنى على هذه النقطة. الكثير من العائلات التي نشاهدها هنا تحمل أمتعتها وحقائبها وملامح ربما ما تعرضت له خلال هذين اليومين ورحلة النزوح الطويلة، إن كان من الجنوب أو البقاع، وصولا إلى نقطة الحدود السورية، حيث من المتوقع أيضا أن تشهد الحدود وهذا المعبر تحديدا في نقطته هنا حيث نقف في جديدة يابوس السورية وتقابلها بلدة المصنع اللبنانية، من المتوقع أن يشهد خلال الأيام القادمة أيضا حركة نزوح تترابط وتتوافق مع حالة التصعيد التي تشهدها الأراضي اللبنانية.